السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وأموركم مزيانة يا ربي كريم. اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي كتمنى الذرية الصالحة الله يرزقها ليها يا ربي، اللي عاطيه يديها الحنة الله يفتح عليها أبواب الخير يا ربي يا كريم. الله يبعد عليكم ولاد وبنات الحرام، والله يستركم ما يستر لسان بالسنان، والله يدمركم ويعمركم معمارة مكة والمدينة، والله يعطيكم شي خمسة معجنين عاشرين يا ربي يا كريم يا مجيب الدعوات. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة خطيرة، وصفة سهلة، مكوناتها متواجدين في كل بيت، مفعولها قوي سبحان الله، راه عندها واحد الإعجاز يعني اللي خطير بزاف. هاد الوصفة هادي انا كنديرها بطريقتي، يعني كنديرها بطريقتي، لان كل واحد والطريقه باش كيديرها وشنو كيزيد عليها وشنو كينقص عليها، كل واحد والخدمه ديالو. يعني انا ما غاديش نقول لا الخدمه ديال فلان ولا فلان راه ناقصه، لا، كل واحد والخدمه ديالو، كل واحد كيفاش كيخدم. المهم لاي وحده مخاسمه مع حبيبها قاطع عليها بمره، يعني ما كيجاوبهاش في التليفون، ولا يعني كيقطع عليها التليفون، كيقطع عليها المكالمه، ولا هو مثلا في الدار وكيهضر وما كيهضرش معاها، يعني هو ما على بالوش، ما مسوقش ليها نهائيا، وهي مسكينه اللي كتشوى وكتكوى، و يعني بارد من جهتها. انا اعطيك وصفه سهله وغنقول لك عليها، ما عليك سوى انك ديري النيه الحبيبه ديالي، راه ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، راه ان شاء الله ما يكون غير الخير. وغتشكريني عليها، وانا راه ما بغيت منكم والو، بغيت غير منكم غير رضات الوالدين، ودعوا لي مع الوالدين فقط، هادشي اللي كاين. المهم اشنو كنحتاجو؟ كنحتاجو الثومه، كنحتاجو الثومه، كنهزو 7 الفصوصه ديال الثومه. بسم الله توكل على الله، دائما الانسان ملي كيبغي يدير هاد الوصفات كيسمى الله سبحانه وتعالى باش يكون الخير والبركه في ديك الوصفه. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 ديريكت 7 الفصوصه ديال الثومه. المهم كنهزو هاد 7 الفصوصه ديال الثومه، كل نهار كنستعمل الفص ديال الثومه، كنهزو نهار الاول، لان هاد الوصفه هادي فيها مده 7 ايام، يعني مده 7 ايام كتهزي مثلا هاد الثومه اللي غتستعملي نهار الاول. كنحتاجو برا هي هادي، طبيعة الحال البرا خصها تكون جديدة، البرا خصها تكون جديدة. كتكتبي في الثومة من هاد الجهة هادي، كتكتبي الحرف الواو، أول حاجة. بعدا حتى أنا تعرف معاكم وحق الله العظيم إلا تعرف، اسمحوا لي، كتنقي الثومة ضروري، يعني ما تنقي الثومه حتى انا راه. المهم كتنقي الثومه بحال هكا وكتكتبي الحرف الواو بالثومه، يعني كتطبعي داك حرف الواو بالابره تكون جديده، كديري حرف الواو من هاد الجهه، من هاد الجهه هادي كتكتبي الحرف الاول ديال سميتك، حرف الاول ديال سميتك، مثلا سميتك فاطمه غادي ديري حرف الفاء، والحرف الاول ديال سميت بوركابي مثلا سميتو محمد كتكتبي حرف الميم، يعني من هاد الجهه هادي كتكتبي الحرف الواو، ومن هاد الجهه هادي كتكتبي الحرف الاول من سميتك، مثلا سميتك فاطمه كديري حرف فاء، ولا كان سميتو محمد كتكتبي حرف الميم، والحرف الاول ديال سميتو هو. نهار الثاني كتهزي هاد الثومه هادي كتكتبي فيها الحرف السين، هذا نهار الثاني حرف السين، ومن اللور كتكتبي الحرف الاول ديال سميتك والحرف الثاني ديال سميت بوركابي. نهار الثالث
كديري حرف الكا من هنا من هذه الجهه هذه، ومن اللور كتكتبي الحرف اللي هو من سميتك، كل حرف من سميت بركابي. نهار الثالث نهار الرابع كديري حرف العين، ومن اللور كديري الحرف الاول من سميتك، كل حرف الثاني والحرف الاول من سميت بركابي. نهار الخامس كديري حرف الحاء، ومن اللور كتقديري الاسم الاول من سميتك، الحرف الاول من سميتك، الحرف الاول من سميت بركابي. نهار السادس كديري حرف الميم، ومن حرف الميم ومن اللور كديري الاسم الحرف الاول من سميتك، الحرف الاول من سميت بركابي. ونهار السابع كديري حرف الدال، ومن اللور ومن هنايا كتبقى تحفري بالإبرة البنات، بالإبرة الحرف الأول من سميتك والحرف الثاني الحرف الأول من سميت بوركابي. إذا نهار الأول كديري حرف الواو، نهار الثاني حرف السين، نهار الثالث حرف الكا، الرابع نهار الرابع حرف العين، النهار الخامس حرف الحاء، ونهار السادس حرف الميم، ونهار السابع حرف الدال، ومن اللور كتكتبي الحرف الاول من سميتك والحرف الاول من الاسم ديال بركابي. هاد الوصفه هادي البنات، هاد الوصفه هادي كدار يعني كل نهار كتستعملي ثومه، كل نهار كتستعملي ثومه. اما بالنسبه للكتابه على الثوم، فكل نهار ونهارو، كل نهار ونهارو. المهم الثومه الاولى مثلا النهار الاول عند جوايه المغرب، عند جوايه المغرب غادي تكتبي بالابره حرف الواو كيف ما قلت لكم، والحرف الاول من سميتك والحرف الاول من سميت بوركابي. ثم بعد ذلك كتهزي واحد الخيط، الخيط كيف ما كان لونه، كيف ما كان لونه بعدو غير على الخيط يكون اسود، يكون حمر ابيض ماشي مشكيت. ها انتوما وكنبقى نلوع على ديك الثومه بهذا الشكل هذا. سمحوا لي البنات كنلوه بهذا الشكل هذا، يعني كنلوه مزيان داك الخيط البنات. انا راه كنوريكم الطريقه باش حتى هو اشنو الغرض من هذا الخيط. الغرض ديال هذا الخيط هذا انك تخنقيه، تخليه انه يرجع بالزز منه، وانه يعرف معامن يعني هنايا راه كتخلي ان صدره يتخنق عليك ويضيق عليه صدره. هانتوما لان راه كاين شي من الرجال الله يهديهم وصافي. انت غتخلي لا لا سيد الرجال غتخليه انه يسمع كلامك وينزل من خنافرو باش يعرف معامن هو. هاد مزيان البنات، هاد الثومة هادي تعاولي انك المهم يا البنات نقطعو هاد الخيط دابا حتى هاد المقص تهرس يا ربي السلامة، ماشي هاد العكوز. هانتوما البنات شتو من بعد شنو غادي ديرو؟ من بعد الحبيبة ديالي غادي تهزي، غادي تهزي هاد الثومه هادي وغادي تشعلي النار، غتشعلي النار وغتبقى تحرقيها تحرقيها. فكما قلت لكم في جوايه المغرب البنات، جوايه المغرب سمحوا لي البنات. المهم كيف ما قلت لكم الثومه هي هادي، الثومه هي هادي كنشعلو
نشعلوا الغوطه. انتوما البنات وكنديروا ديك البره بحال هكا وكنخلو ان الثومه ديالنا تبقى تحرق بهذه الطريقه هذه، يعني بهذه الطريقه هذه. انا كنوريكم غير الطريقه، يعني بحال هكا وتحرقي الثومه حتى تحرق كامل. ملي تحرق الثومه البنات غتغسلي يديك وتغسلي يديك وتنقي البلاصه ديالك، ثم غادي تقراي صوره البروج، غتوضعي وتقراي صوره البروج. صورة البروج راه البنات خطيرة، البنات خطيرة 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 في التطويع ديال اي شخص بغيتي. حاجة اخرى غادي نشرحها لكم، كما كتشوفوا هنايا كاين هنا واحد الورقة بيضاء. هاد الورقة بيضاء الحبيبة ديالي غادي تقطعي منها واحد القطعة، يعني صغيرة كحرز او كحرز، وغادي تهزي ورقه كيف ما قلت لكم بيضاء وغتكتبي فيها دوك الحروف السبعه اللي كتبتي في الثومه. هذا الشيء نهار السابع، الحرف الواو نهار الاول، الشيء قلت لكم حرف السين نهار الثاني، حرف الكاء نهار الثالث اللي كيتكتبوا في الثومه، العين الحاء الميم الدال، وكتكتبي الحرف الاول من سميتك. مثلا مثلا سميتك فاطمة كتكتبي حرف الفين الفاء والتاء، يعني الحرف الاول من سميتك والحرف الاخير من سميتك، وكتكتبي الاسم ديال بوركابي. مثلا سميتو محمد كتكتبي الحرف الاول من سميتو والحرف الاخير من سميتو بهذا الشكل. هذا بهذا الشكل. ثم كتهزي البنات كتهزو ديك البرة، هاد البرة هادي باش حفرتي هاد الحروف هادو في الثومة، هاد الابره باش حفرتو هاد الحروف في الثومه نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث ونهار الرابع حتى السبعين. كتهزيها بطبيعه الحال البره تكون غير صغيره، وكديريها في هاد الحجاب هذا، في هاد الحجاب هذا ولا الحرز، وكتطويه وكتعلقيه في السطح باش يبقى يديه الريح ويجيبو، يديه الريح ويجيبو باش انه يتحرق قلب هاد فلان هذا على ودك نتيا. هاد فلان هذا غيتحرق قلبو ويتسلب عقلو باش انه يرجع ليك ويكلمك ويرجع سمن على عسل معاك. كيف ما قلت لكم كل واحد الطريقه ديالو وكل واحد كيفاش كيخدم الوصفه. جربوها وما غاديش ندموا عليها، جربوها وما غاديش ندموا عليها ان شاء الله. وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي ما فهمت شي حاجه تكتبها لي في التعاليق. وكيف ما قلت لكم راه القناه الثانيه عالم الروحان والقران، عالم القران والروحانيات، راه نحطها لكم في صندوق الوصف، حتى هي كنحط فيها وصفات غزالين. وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.